يقول السائل: هناك من يخصص زيارة القبور بيوم الجمعة، فهل هذا جائز؟ زيارة القبور لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم هذا مشروع طيب، ويذكر بالآخرة من أجل الاتعاظ والاعتبار بالموت والدعاء للأموات والسلام عليهم، هذا مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. أما إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بالأموات أو طلب الحوائج منهم فهذه زيارة شركية ممنوعة، هذه زيارة شركية ممنوعة، لأنها دعاء لغير الله واعتقاد في غير الله أنه ينفع ويضر، شرك هذا. أما النوع الأول فهو مشروع، وهو زيارتها لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والاعتبار بالموت والقبور تذكر بالآخرة، هذه ليس لها وقت، هذه مستحبة مشروعة وليس لها وقت محدد مثل يوم الجمعة، ولا هذه تزور الأموات متى ما تيسر لك يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة.